لبيتك غني بنفحات العطور بالشهر الفضيل، واستقبل ضيوفك بجو جديد مع ريحة البخور والشموع المعطرة. البخور بيطهر الجو وبيخفض حدة التوتر بالبيت، لأنه مصدر مهم للراحة الداخلية، كما أنه استنشاؤه بيريح العقل وبيبعث الشعور بالسعادة. فيك تستخدم عيدين البخور بمدخل البيت لتبعث ريحة محببة تستقبل فيها ضيوفك. ما تستخدم الروائح الاصطناعية لأنها مضرة بالصحة، واختار الروائح الطبيعية 100% والمركبة من زيوت طبيعية. أما بالنسبة للشموع المعطرة، اختار ريحة الياسمين والصندل بالحمام لأنها مهدئة للجسم. وبالنسبة للصالون، اختار الروائح المستخرجة من أنواع الصنوبريات لقدرتها على تهدئة التوتر وتسهيل الاتصال بين الناس. وأخيراً بغرفة النوم استخدمي روائح الزهور. بدك نصائح أكثر تتعلق برمضان؟ سبسكرايب وتابعينا.